المشكلة اللي حصلت له والمرض اللي أصابه، وكل جماهير مصر، كل جماهير مصر على كل ألوانها تضامنت مع مؤمن زكريا وابتدت تدعي له، والنادي الأهلي تولى علاج مؤمن زكريا، ولما المصاريف زادت طلب من وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي المساهمة في نفقات علاج مؤمن زكريا، ومتكرما وزير الشباب والرياضة وافق على المساهمة في نفقات علاج مؤمن زكريا، واتحاد الكرة واللجنة. زلزال المغرب ودموع الحسرة، 10 صور جديدة توثق لحظات الرعب التي عاشها المغاربة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. مساكم بالخير. عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس، وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب، وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. زلزال المغرب ودموع الحسرة، 10 صور جديدة توثق لحظات الرعب التي عاشها المغاربة. لحظات مرعبة عاشها المواطنين في المغرب بعد وقوع زلزال المغرب صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن مئات القتلى والمصابين وخلق حالة من الدمار المادي والمعنوي لدى المواطنين. مشاهد من زلزال المغرب. ووثقت عدسات الكاميرا حالة الدمار التي سببها زلزال المغرب المدمر، والذي أرعب المواطنين وخلق حالة من التعاطف مع مواطني المغرب الذين عاشوا أكثر اللحظات رعبا في العالم عندما وقع الزلزال ليأخذ منهم كل عزيز وغالي. توقعت الهيئة الأمريكية احتمالية حدوث أضرار كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص في المنطقة يقيمون في مبانٍ مهددة بشدة خلال الاهتزازات الزلزالية. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلاً و329 مصاباً. أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المغرب مساء أمس الجمعة إلى 632 قتيلا و329 مصابا. من جانبها أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لتقديم المساعدة للمتضررين جراء الزلزال. وكان زلزال بقوة 7.2 مساء أمس الجمعة نحو الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي المحلي، ضرب جنوب مراكش على عمق 18 كيلومترا، حيث دفع الزلزال إلى نزول المواطنين إلى الشوارع. على الجانب الآخر قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترا جنوب غربي مراكش وعلى عمق 18.5 كيلومترا. كارثة المغرب، تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومترا 43.5 ميلا جنوب مراكش. وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، 22:11 دقيقة بتوقيت غرينتش، مع حزة استمرت عدة ثوان. ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا 11 ميلا تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات 5 أميال. وتابعت: يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال. وجاء في بيان للوزارة السبت إلى حدود الساعة 7 صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة. زلزال المغرب، مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية. قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر
ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب حسب ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين. ووثق نشطاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى. وقال المركز على منصة إكس: قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة، كارثة المغرب، تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش. قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومترا 43.5 ميلا جنوب مراكش. وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي، 22:11 بتوقيت غرينتش، مع هزة استمرت عدة ثوان. ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا 11 ميلا تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات 5 أميال. وتابعت: يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال. وجاء في بيان للوزارة السبت: إلى حدود الساعة 7 صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة. زلزال المغرب، مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية. قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب حسب ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين. ووثق نشطاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب زلزال المغرب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.